برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلق معرض بحرين كوميك كون بنسخته الرابعة، والذي تنظمه شركة ديلا بحلبة البحرين الدولية بدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بحضور أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنجال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن معرض بحرين كوميك كون بنسخته الرابعة يعد واحدا من الفعاليات المهمة على المستوى المحلي، باعتباره برنامجا ترفيهيا وشبابيا يستقطب اهتمام الكثيرين لكونه يجتذب أسماء عالمية ونجوما وشخصيات مؤثرة أكسبته زخما كبيرا عاما بعد عام. وأشاد سموه بالمكانة التي وصل إليها المعرض ليشكل إضافة كبيرة وليسهم في تعزيز سياحة المعارض في المملكة وتوفير وجهة جديدة تجتذب الشباب، خصوصا في ظل النجاحات التي حققها في النسخ الماضية عندما استقطب آلاف الزوار من جميع الأعمار بسبب تنوع فعالياته، متمنيا للقائمين على المعرض التوفيق والنجاح. وسيستقطب المعرض هذا العام قائمة مميزة من نجوم سينما هوليوود الأمريكية ومشاهير مسلسلات شبكة نتفليكس وأبرز أصوات استوديوهات صناعة ألعاب الفيديو العالمية.